علوم الحمد لله على السلامة. لك ايش ما قلت لك بوسه؟ افقع عينك على الريحة. يا سيدي اقسم بالله لولا خوفي من شماتة سومر فيني لقلب معارضة. لك العمى اذا انت دندور الدولة وهيك سومر كان كيف بده يطلع من التوقيف؟ صحيح شو صار فيك؟ قوم هلا قوم قوم فوت تحمم بس تطلع بجهز فطور وبنحكي. صحيح ليه مشرحينك ربات البوط؟ انا عشان ما اشنق حالي في جوا. في حدا بيشنق حاله بربات بوط؟ معلم بيعرض الاختي على الشوبات اللي بتشوفها جوا بتشنق حالك بمطاطة بوكسرة. ليش طالع مبسوط لك ها؟ اليوم هذا الله سبحانه وتعالى بس بده يبسط عبده الفقير بضيع له حمارته وبس يلاقيه بينبسط. انا هيك مبسوط هلا ردت لي حريتي. فوت فوت تحمم فوت. صحيح رح خبر شمس انك اجيت قلبها بيكون غليان عليك مثل النار. لك يا عبد الكلب ليش خليتني اشلح ثيابي اذا المي بارده؟ مشان ما تعبينا البيت فسفس حبيبي. لك ابو اللول بتعرف شغله؟ نمره رجله الفسفسه هنيك بالسجن اكبر من نمره رجلك. هذا كل شيء صار يحرم علي اذا عرفت الطيخ من البطيخ. العمى طيب ما كنت انت وسومر بنفس النظاره؟ بجوز بلا ما يعتقلوا. معلم اقسم بالله هنيك ما بتشوف شيء من شيء. بدك انا اشوف سومر؟ لا خبرت اهله؟ اكيد لا. ابوه متوفي واخوه صف تاسع وامه صحتها على قد. اول شغله بدنا محامي شاطر كثير. لك انا مين طلعني؟ اكيد مو انا. قبلو شو موقفك مني من ذكر النحل والامن ساحبنا على الفروع؟ ما شاء الله عنكم يعني تهم ترفع الراس، واحد تحريض على تجاره اعضاء والثاني مساهمه بخطف بنت. بعد شوي بدي اطلع مطلوب لمكافحه الارهاب لاني حاوي هيك شكيلات. خلينا ساكتين ها؟ خلينا ساكتين. صب متى.